نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن المسلم بطبيعته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها يذنب ويخطئ، ولذلك لا بد وأن يتوب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفره في كل وقت وفي كل حين، وأن يأخذ المسلم بأسباب المغفرة، لأن المسلم أو لأن الإنسان لا يدري متى يحين أجله، فلا بد وأن يغتنم المسلم أسباب المغفرة، وأن يأتي بما استطاع منها حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطاياه، وحتى يغفر الله له ذنوبه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه وسع على عباده أسباب مغفرة الذنوب، فنجد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض هو ملء الأرض. فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه عز وجل أخبر عباده بثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، أولها الدعاء والرجاء. الدعاء، أي يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ويرجو الله سبحانه وتعالى، ويطلب رحمته، ويكون مؤملا في عفوه ورحمته، فيغفر الله سبحانه وتعالى للعبد ما كان منه، ولا يبالي سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يفعل ما يشاء. والسبب الثاني الاستغفار. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالاستغفار أي طلب المغفرة من الله سبحانه
من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فكان يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة كما ورد في الأحاديث، وذلك تعليما لأمته حتى يكثروا من الاستغفار. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، يستغفر الله سبحانه وتعالى أحيانا 100 مرة في المجلس الواحد. فالمسلم بحاجة إلى كثرة الاستغفار. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالاستغفار وذكر الاستغفار في أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن مفتن تواب، مفتن أي يفتن ويقع في شيء من الذنوب والمعاصي، ولكنه تواب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فسألوه عن العبد يذنب فقال يستغفر الله تعالى، قالوا: فإذا عاد للذنب؟ قال: يعود للاستغفار. قالوا: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور، حتى يكون الشيطان هو المحصور، يعني لا ييأس العبد أبدا من الاستغفار مهما تكرر منه الخطأ والندم والتوبة والاستغفار، حتى ييأس منه الشيطان ويعلم أنه دائما يستغفر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا المعنى أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل عن العبد يذنب فقال يستغفر الله، قالوا: فإذا عاد؟ قال: يستغفر الله. قالوا: حتى متى؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان يريد أن يظفر منكم بهذه، يعني بهذه الخصلة، أي ييأس الإنسان ويقول: إنني كلما استغفرت عدت مرة أخرى. فيوصي رحمه الله تعالى ألا ينقطع الإنسان أبدا عن التوبة والاستغفار إلى آخر عمره وإلى آخر أجله. وكذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث الآخر يقول سبحانه وتعالى: إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي هذا الحديث الذي بدأنا به الخطبة ففيه أيضا من أسباب مغفرة الذنوب توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى وهو لا يشرك به شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتوحيد الله سبحانه من أسباب مغفرة الذنوب. يقول سبحانه في الحديث القدسي:
يا ابن آدم يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد من أسباب مغفرة الذنوب، وكلمة لا إله إلا الله ورد في أحاديث كثيرة أنها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، أو سبب مغفرة الذنوب ولو كان فر من الزحف، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر يعني في كثرتها. فتوحيد الله سبحانه من أسباب مغفرة الذنوب. وكذلك بقية أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. فهذه الأركان وما يتفرع عنها من نوافل الصلوات ونوافل الصدقات والصيام والحج والعمرة، فكل ذلك من أسباب مغفرة الذنوب. فأما الصلوات الخمس فضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: مثل الصلوات الخمس كمثل باب، كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ فالصلوات الخمس تمحو الذنوب، وكل صلاة يصليها كأنه يغتسل في النهر، لكنه اغتسال معنوي يتطهر فيه من الذنوب والمعاصي. وكذلك كل جزء من أجزاء الصلاة والأعمال المتعلقة بالصلاة ومقدماتها، فنجد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها من أسباب مغفرة الذنوب. فالوضوء يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد له نافلة، يعني زيادة في الأجر والثواب بعدما غفرت ذنوبه وتطهر منها بالوضوء. فالوضوء فيه مغفرة الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات من مكفرات الذنوب ومن أسباب المغفرة. ثم كذلك الصدقة، فيقول سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فإقراض الله قرضا حسنا أي بالزكاة والصدقات، فإنه من أسباب مغفرة الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقات من أسباب مغفرة الذنوب. ثم الصيام كذلك، نجد في الأحاديث: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنجد في شهر رمضان
هذه الأسباب من أسباب مغفرة الذنوب اجتمعت في هذا الشهر الكريم. ثم إذا جئنا إلى الحج والعمرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، ذكرنا بعضا منها في الخطبة الأولى. وكذلك من أسباب مغفرة الذنوب المصافحة بين المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا لقي أخاه فصافحه خرت ذنوبهما أو تناثرت ذنوبهما بين أيديهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فتخر الذنوب كما يخر ورق الشجر في أيام الخريف ويتساقط، فكذلك تتساقط الذنوب بين المسلمين إذا صافح أحدهما الآخر. وكذلك العفو عن المسيء من أسباب مغفرة الذنوب، فقال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه غاضبا على مصطح رضي الله عنه، فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات فعفى عنه وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه. وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب أن يعفو الله تعالى عنه ويغفر له ذنوبه فليتعامل كذلك مع الناس بالعفو عنهم، وأن يغفر لهم ويسامحهم حتى يعامله الله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك نحن في يوم الجمعة يوم يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. فيوصي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة والسلام عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك من أسباب مغفرة الذنوب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل المجلس كله في الصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه بها 10 خطيئات ورفعه بها 10 درجات. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من
أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان